خرج الإمام أحمد بن حنبل في سفر. إمام ابن أحمد حنبل يفقج السفر فومي يوض غيج القرية يوض في تفتيضة الزجر عشاء ومي غي قمة الزجر عشاء وغسماني غاية ولكن ذيني وفي السنحد بأن هذا الإمام ابن حنبل وفي السنحد فمن يجا يروح حاسني الناس ماذا يهجم الصغدة يزدو النجا مكلف يعاني في الناس فقا برا ذا ويتتسحد من يجا يروح غاهواه المسجد ومي يبلع المسجد يروح غاهواه يتسدن يزدو نيتا يجا مكلف ذي المسجد يتف الإمام أحمد زكداني جاريتها وشي مضاري غاو بريد يجم يتكشون وغروم غازدين يجن تداه ذا خباز دغور وقتنا واجبو يفعر شنور يتقاغروم يزرى المنظرني فذهب الى الامام احمد يروح غاس ان الله يجزيك ما تقبر ذاك اللي تزدق شمان يخدم ما تقبر ذاك اللي قيم شوي من غاري كي يتسنسل يقبر الامام احمد يقبر ولكن الامام احمد يتفاجئ سجن الحاج سيدا اخبى زوايت قناغروما مرمي ما يقش انت عدوت استغفر الله استغفر الله استغفر الله تيسي تكفار استغفر الله تيدي جبل استغفر الله استغفر غال الاستغفار واه فتعجب الامام احمد قال الناس زمر مش تقدر دق الاستغفار زمر ان ذس منذ زمن طويل اتصنش تكثر الناس الامام هاقش وسر وما سر 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 هاقش هل وجدت للاستغفار ثمره الاستغفار النش توفي ذا الشان خمرة قان الشين تفذ من النهاية كما تتخص مرثني ذا زيني تتسجد ويقابو استغفر الله واسميني يقع لإني تتلحورو شاق الدنيا ومزيانة تعود ذا يرسل نشخ الذكر ولكن استغفر الله استغفر الله قارج شو شيخك شوس الخير ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر ها قومي قانون إذا الناس مثلوا في شان رفاء ما شك قال الرجل يا ردخس الناس نعم والله ما دعوت الله بدعاء إلا استجاب الله لي ذلك الدعاء مر من مدع الله عز وجل يستجب الدعاء إلا نجن الدعاء وذا يستجب الله عز وجل عاد وذا يستجب الناس من يعنى إن الزغ زغ الإمام أحمد عبد الله عز وجل وذيك شتي بشا زغ الإمام يجرثي ربي جار راستي ذي ويستي يجار راستي ذا مام استغفى ربي سلياقي ماشي بالعادة لا ماني جرفا زاجي ثنش زاجي ماني زاجي تقاذ الفحش تناقض يجار راستي ربي ويستي ذاقش الإمام أحمد خزاد زغ هاقش خزاي الاستغفار الاستغفار دير خدمة ويتغشي ويت ماشي استغفر الله استغفر الله شكتي راه غلوط استغفر الله تخرق استغفر الله تزني وقس على ذلك سقنا السيرات سقنا ستصح الدين النش عبد ربي العلم ما لا تخزد تزرد خساغي وريني غانغذي العبادة النغل جهل قاغدي وارنا ما حدث نتفهم قنشد بالدغلات الصواريخ تتبغى غاز كاغا ولكن مشينا يذكر هذه المهمة.